اهلا بكم من جديد. نواصل هذه التغطيه المكثفه لليوم الاول من جوله الاعاده للجوله الثانيه من انتخابات 2012. اسمحوا لي ارحب بالسيد الناشط الحقوقي المتهم الاستاذ نجاد البرعي. اهلا بك يا نجاد. هسيبك بقى ترد على هذا الاتهام المهم جدا، لكن خلونا الاول ناخد زميلتنا جمانة من السويس. جمانة جاهزة معانا يا جماعة؟ اهلا استاذة لميس. اتفضلي يا جمانة، اخبار السويس ايه النهارده؟ نعم، نحن اليوم في محافظة السويس وقد اقترب اليوم على الانتهاء، وفوجئت باحد قيادات القوات المسلحة بيعطيني وردة، فعندما سألته لماذا تعطيني هذه الوردة قال لي إنها ليست لك فقط بل لكل سيدات مصر. فسألته لما، فقال لي إنه اعتذار رسمي ونسمة اعتذار من القوات المسلحة إلى كل سيدات مصر. وأعتقد أن هذا له علاقة بأحداث التحرير وبأحداث مجلس الوزراء. أما عن الجولة الانتخابية في الإعادة، أرى أن الإقبال ضعيف جدا، وكنا قد نتوقع في منتصف اليوم أن يزيد قليلا، ولكنه لم يزيد حتى الآن، وقد اقتربنا من نهاية هذا اليوم الانتخابي. وأيضا حدثت بعض الانتهاكات في بعض اللجان وأمام عدة مقرات، مثل السيارات التي تجوب الشوارع بملصقات دعاية لأحد المرشحين، وأيضا بمكبرات الصوت، وتوزيع بعض الكروت وبعض البرامج الانتخابية أمام اللجان مباشرة. وقامت سيدة بتحرير محضر داخل اللجنة لأنها تعرضت لنوع من أنواع الضغوط الشديدة لانتخاب مرشح بعينه. نعم، سامعاكي يا جمانة، تفضلي واصلي لو عندك معلومات أخرى. في بعض الأماكن في محافظة السويس شهدت إقبال بسيط وطفيف في هذا الصباح منذ الساعة 8 صباحا، ولكن ما نلاحظه اليوم الكثير من التواجد الأمني أمام اللجان على الرغم من قلة أعداد الناخبين في المقرات وفي اللجان. لا أعلم، قد يكون أيضا هذا لعدة مشابكات حدثت في المرحلة الثانية في أول يوم وثاني يوم، ولكن أعتقد أن الأجواء في محافظة السويس هادئة تماما، وحتى الآن لم نسمع بأي انتهاكات بأي اشتباكات أو مشاحنات في المحافظة. أشكرك جمانة، زميلتها جمانة من السويس على هذا التقرير. نشوف البحيرة طارق أحمد. طارق، الأخبار فاضل إيه؟ ربع ساعة على الإغلاق الآن، هل في مد ولا الإغلاق في موعده يا طارق؟ من الطبيعي أستاذة لميس أن يتم الإغلاق في موعده، خصوصا وأن نسب الإقبال محدودة للغاية وضعيفة للغاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون امتداد اللجان أو معظم اللجان إلى الساعة 9. غالبية اللجان بالتأكيد ستغلق في 7 أو في تمام 7 تماما، خصوصا ونحن نلحظ منذ الصباح نسب الإقبال المحدودة. في انتظار الغد وما سيكون عليه الوضع وما سيكون عليه نسب الإقبال، خصوصا في ظل اشتداد حدة المنافسة بين الأحزاب الإسلامية المتنافسة على كل المقاعد الفردية هنا، العشرة مقاعد الفردية المتاحة هنا في أو المخصصة هنا في البحيرة. دقائق قليلة أستاذ لميس ويتم إغلاق هذه الصناديق التي ستبيت في نفس اللجان. قبل قليل كنت مع محافظ الإقليم المهندس مختار الحملاوي وسألته عن مسألة تأمين الصناديق ونقلها، فقال لي أن هذه الصناديق ستبيت في نفس لجانها وسيكون عليها تأمين مشدد من قبل قوات الجيش وقوات الشرطة في تعاون ملحوظ بينهما وتواجد أمني مذكور أو ملحوظ في هذه اللجان. أشكرك طارق. إحنا كاميراتنا طبعا هتكون معاك يا جماعة عند الإغلاق، مش كده؟ بسأل المخرج، مش كده ميدو؟ كاميراتنا تكون موجودة وقت الإغلاق، نتمنى ان احنا ناخد صور الاغلاق ايضا في وقتها. وفي الدقي محمد صلاح. محمد، وضع الدقي ايه؟ لسه هادي؟ انت في الهرم يا محمد دلوقتي؟ الدقي، مش حضرتك قلت لي سيب الدقي يا محمد؟ انت في انت انا قلت لك سيب الدقي. انا في اسم شرطه الدايره الثانيه مقرها اسم شرطه جولاء. اتفضل يا محمد. سامعني يا فندم؟ ايوه سامعاك يا محمد، اتفضل. أنا في اسم شرطة الدايرة الثانية مقرها اسم شرطة بولاء، والدايرة دي بتضم العمرانية والطلبية وبولاء الدكرور.
المنافسة هنا في الغالب بين التيارات الإسلامية وبين المستقلين، وهنا الموائمات والتربطات السياسية بتلعب دور كبير جدا بين المرشحين في الدائرة دي، وخصوصا في محافظة الجيزة بشكل كامل، وده اللي بيميز مرحلة الإعادة. دايما الموائمات والتربطات السياسية بين الأحزاب وبين المستقلين هو اللي بيرجح كفة أحد المرشحين، وده واضح جدا خصوصا بعد خروج العديد من المرشحين من السباق. بيسعى المرشح الذي يتنافس في جولة الإعادة على ضم أصوات هؤلاء الذين خرجوا من المنافسة لترجيح كفته، وده واضح جدا جدا في المؤامرات والتربطات السياسية الحادثة في هذه الجولة. لذا جولة الإعادة دائما بتكون هادئة، ويعني ما فيش خلافات كتير لأن المرشحين قليلين، والتربطات والمؤامرات تمت بالفعل. وهناك أيضا يعني سمعت عن خيانة، يعني سمعت أن أحد المرشحين وعد غيره أنه هو يتبادل أصوات مؤيديهم ثم يقوم بالتربيط مع مرشح آخر وبالاتفاق مع مرشح آخر لكسب مناصري أيضا، وده حادث في بعض الدوائر هنا في محافظة الجيزة. أيضا للحديث عن تفاصيل الدائرة وتفاصيل الإقبال النهاردة معي سيادة المستشار، ممكن تفضل جنبي سيادة المستشار، تفضل يا فندم. سيادة المستشار تعرف بحضرتك؟ أحمد سوقي. عايزين نسمعك على إقبال النهارده، أخبار وإقبال وعدد ضعيف جدا من السنة المرة اللي فاتت. حضرتك كنت موجود في نفس اللجنة؟ نفس اللجنة. يعني تقريبا لو قارناها هتبقى النسبة كام؟ يعني النهارده مثلا 20%. مش هتزيد عن كده أبدا. في المرة اللي فاتت كام؟ اللي فاتت كان فوق 65%. حضرتك تفتكر التفسير ممكن يكون إيه؟ لا هو طبعا العدد، يعني انت كان عندك كام مرشح الاول، دلوقتي عندك قد ايه؟ دلوقتي عندك 4 بس، فبرضه في كانت اصوات كتيره جدا كانت بتطلع الناس الثانيه، كان بيجي لهم ناس، دلوقتي ما فيش خلاص، فالاربعه. وبعدين ممكن يكون برضه ما اعرفش فطور برضه الناس هي لغايه دلوقتي، ممكن المشاكل اللي موجوده، ممكن اي حاجه، ممكن يكون كده. ما فيش، انا متوقع ان شاء الله بكره اكيد هيبقى في اقبال، يعني ان شاء الله. مفيش اخبار عن مد العمل في اللجنه حتى التاسعه؟ لا والله خالص لا دلوقتي، وما اظنش يعني بالعرض، يعني اقبال ضعيف، هو لو في اقبال هنمد، احنا هنمد حتى من غير حاجه، يعني انا من غير ما حد يقول لي همد لو انا شايف ان في ناس، بس لغايه دلوقتي حتى انت شايف حركه قدامك او ما فيش. طلبين المستشارين دايما بيطالبوا بيهم اللجنه القضائيه العليا للانتخابات، الطلب الاول هو طبعا اتمام عمليات الفرز داخل اللجان الفرعيه، والطلب الثاني الجديد اللي هو ان مرحله الاعاده تكون يوم واحد فقط بدل يومين، لان العدد بيبقى قليل. الطلبين دول متوافقين مع رغبتهم؟ لا هو طالما الاصل كان يومين يبقى لازم الاعاده يكون يومين، ده مستحيل يكون يوم واحد، ده طبيعي، يعني هو لو هو من الاول طالما قالوا يومين يبقى لازم يبقى يومين، يعني دي اكيده. بس هي حته الفرز في اللجنه عندي دي بصراحه هتوفر كتير جدا، بس ممكن يكون هم امنيا مش قادرين يعني ان هو يامنوا مثلا السنه دي او يامنوا حاجه زي كده، ولكن انا رايي الفرز طبعا في هنا هيوفر وقت كتير جدا جدا جدا، لان انا بابي مفتوح، شبابيكي مفتوحه، اللي عايز يجي يقف، المناديب اللي عايزه تباشر، لو حد من الناس اللي ممكن انها تقف انها تتابع، حتى لو اي حد يتفضل مفيش مشاكل، افرز قدامه، مش هاخد بالظبط اكتر من ساعه او ساعه ونص هكون خلاص. اما طبعا النقل ولغايه ما نوصل هناك، وما انت عارف مصر يعني برضو الدنيا زحمه، وقبل ما نوصل وقبل. اخيرا مبروك الاي دي، انا اول مره اشوفه ما شفتوش في المرحله الاولى، ايه السبب؟ يعني ما اعرفش، يعني احتمال ندخل مسابقه ان شاء الله. لا جميل ان شاء الله، وكان نفسي ان كله برضو يجيبوا لنا اللبس بتاع المناديب اللي هم اللي قاعدين معانا، عشان برضو الناس تبقى عارفه مين دول، لان ساعات كتيره جدا بيسالوني مين ده او مين دي، فانا لدرجه ان انا باخد اسامي الموظفين عندي من اول ما بوصل، عشان برضو ابقى عارف مين اللي معايا والتوكيلات اللي معايا، لازم يبقى ليهم لبس، لو ينفع يبقى ليهم لبس يبقى حاجه جميله قوي. ان شاء الله كله هيبقى احسن باذن الله لقدام اكيد، يعني ان شاء الله. ده كان الوضع في الدائرة اللي أنا موجود فيها أستاذ لميس. أشكرك يا صلاح، وأرجو أن تبقى في هذه الدائرة لحد الإغلاق، ونشوف إيه الأخبار مع الإغلاق وتأمين الصناديق. عماد إسماعيل من الشرقية، شكرا يا صلاح. عماد إسماعيل من الشرقية، أخبار الشرقية إيه يا عماد؟ ونحن خلاص 7 دقائق على الإغلاق. بالفعل يعني دقائق ويتم إغلاق اللجان هنا في الشرقية. نحن الآن كما ذكرت سالفا أننا بالدائرة الأولى التي مقرها قسم شرطة أول الزقازيق، ونحن الآن بمدرسة الشهيد محمد كمال عبدين الابتدائية، وهي بها 6 لجان. نحن الآن بأحد اللجان، وهذه لجنة يعني خاصة، هذه اللجنة خاصة للسيدات وللرجال. هذه اللجنة حتى الآن ومع اقتراب موعد الغلق، النسبة نسبة الحضور
الحضور اليوم وصلت ما بين 23% إلى 25% في هذه النسبة تقريبا. حتى الساعات الأخيرة كان هناك إقبالا أكثر من الإقبال في الصباح، يعني الإقبال أصبح يتضاعف عنه في الصباح، وبالأخص بالنسبة للسيدات وتحديدا كبار السن، كان هناك حالات لكبار السن الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهن. سألت إحدى السيدات عن لماذا رأيها، لماذا الإقبال ضعيف اليوم، قالت لي أنها بالنسبة لرأيها الشخصي ولأحد أصدقائها أيضا ولأحدى صديقاتها أنها لم تأتي للإدلاء بصوتها لأنها لا تريد الشخص هذا أو ذاك، يعني لا تريد سين أو صاد من المرشحين، فلذلك هي لم تأتي واكتفت بالجولة الأولى التي كانت في الأسبوع الماضي. ولكن ممكن أن يكون معنا الآن مستشار رئيس اللجنة، نعرف منه سريعا الأخبار هنا في الشرقية. تعرف بيك يا فندم؟ المستشار محمد مصطفى محمود، المستشار محمد مصطفى محمود رئيس اللجنتين الفريتين 115 و116 اسم اول الزقازيق، الدائره الاولى اسمها الزقازيق. تمام سياده المستشار، في راي حضرتك الاقبال ليه ضعيف النهارده؟ او نقول في البدايه حضرتك اللي تقول لنا الاقبال في رايك انت الشخصي، الفرق بينه وما بين الاسبوع الماضي وايه الاسباب؟ والله سعادتك الاقبال فعلا في الاسبوع الماضي كان كثيف عن كده وكان اكتر من كده، وبشكل نرجع السبب لده ان كان المرشحين قبل الإعادة 117 مرشح، اكيد كل مرشح له انصاره وله الناس اللي عايزين ينتخبوه، اما في حالة الإعادة اصبح 4 مرشحين بس، وده اللي خلى يعني من وجهة نظري النسبة تقل. لكن احنا في لسه بكرة برضو تاني يوم مع استمرار العملية الانتخابية، طالما هي بتتم على يومين ممكن بكرة نتوقع الاقبال ممكن يزيد، او نتمنى ان هو الكل يحط صوته في ظل الديمقراطيه اللي بنعيشها في الايام دي. والنسبه يا فندم زي ما قلتها كده تقريبا، طبعا تقريبا زي ما سعادتك قلت النسبه فعلا من 23% ل 25%، وزي ما سعادتكم متابعين وعارفين النسبه دي معانا. طب اخر سؤال يا فندم، ايه الحالات اللي استوقفت حضرتك النهارده بالنسبه للناخبات او الناخبين سريعا كده، الحالات اللي استوقفتك بالنسبه للادلاء بالاصوات؟ والله سعادتك بالنسبه للحالات اللي استوقفتنا احيانا في بعض حالات انسانيه، يعني في جات لحاله مع ان واحده كانت عامله عمليه وطلع من المستشفى، يعني كانت غريبه ومصره على انها تحط صوتها وبالفعل مكنها من انها تحط صوتها، يعني ده حضرتك يعني حاجه ما كناش بنشوفها قبل كده. بالاضافه لكده حضرتك يعني اي حد بيجي بيبقى مصر على انه يحط صوته، يوم ما نقول له مثلا البطاقه يقول لك لا مش لاقيها، لا مش عارف، انه روح دور تاني، سعادتك يروح يدور وبرضه تلاقيه رجع تاني في نفس يعني بعدها ساعه وتلاقيه برضه جاي يحط صوته. يعني جدا شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا، شكرا جدا لفندم، جدا بلقاء حضرتك، واحنا الله يخليك سعداء جدا جدا. شكرا جدا لفندم، شكرا جدا، شكرا. وهكذا كما تحدث رئيس اللجنه هو الاصرار بالنسبه للناخبين او الناخبات على الادلاء بالصوت. ولكن سريعا استاذ لميس، احب اذكر انه بالنسبه للدائره الثانيه والدائره الخامسه التي كان صدر قرار محكمه القضاء الاداري بوقف الانتخابات، حتى الان الانتخابات تجرى، ليست هناك اي مشكله حتى يتم اختيار اللجنه العليا لتلك اللجان. وبالنسبه للدوائر الأخرى أيضا حتى الآن الدوائر تجرى حاليا بجميع الدوائر الخمس بالشرقية على المقاعد الفردية، ونحن الآن سنستعرض معكم غلق اللجان بعد دقائق قليلة. أشكرك عماد إسماعيل، حي بشكر كل شبكة مراسلينا الأكفاء جدا الموجودين في كل مكان حول المحافظات، بشكرهم على تعبهم ويعني مجهودهم الكبير، ودقائق إن شاء الله يكون معنا صور إغلاق الصناديق في جولة اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية. يعني أنا أترك الانتخابات جانبا لدقائق وأذهب للاتهام الأول. طبعا ما قاله السيد وزير العدل، وانا الحقيقه سمعت السؤال مرتين، لو تحب نسمع السؤال تاني. لا لا انا سمعته بس سمعته بدقه. طيب لا انا احب اسمع، نسمع يا جماعه السؤال تاني، السؤال والاجابه اللي بيربط فيها السيد وزير العدل التمويل الاجنبي او تمويل بعض المنظمات العمل المدني او العمل الاهلي بعمليات التخريب الاخيره، سواء اللي حصل في مجلس الوزراء او اللي حصل في محمد محمود او اللي حصل في ماسبيرو. معانا السؤال؟ طيب لحد ما يكون جاهز، ما فيش يعني السؤال تعاد مرتين ثلاثة. أنا بس أولا عايز أقول لك حاجة،
لم تعلن نتائج تحقيقات، فأي مناقشة لأي كلام يمكن ما يبقاش مهم. بس أنا عندي ثلاث أو ملاحظتين ثلاثة شكليتين كده أحب أقولهم عشان الناس تعرفهم. اتفضل. وزير العدل ده خصم. يعني إيه خصم؟ اشرح للناس. أيوة. يعني أنا فاهمة بس أنت أرجوك اشرح للناس. يعني إيه اللي حصل؟ وزير العدل ده في أحداث محمد محمود، الحكومة التي ينتمي إليها السيد وزير العدل في أحداث محمد محمود وفي أحداث أو يعني الحكومة اللي قبلها طبعا، يعني هو بيمثل السلطة التنفيذية، كانت وزارة الدكتور عصام أو وزارة الدكتور الجنزوري في أحداث مجلس الوزراء، هم متهمين بقتل وإحداث إصابات بمتظاهرين وقتل 8 ناس 42 آخر إحصاءات وإصابة كذا. وما هو دوره إيه؟ هم لوش دور في الكلام ده، وأنا مندهش إزاي وزير العدل يعمل المؤتمر الصحفي زي ده. اللي كان لازم يعمل المؤتمر ده إما المستشار رئيس محكمة السادات في القاهرة أو مستشار التحقيق. وزير العدل ده عبارة عن موظف، هو عضو في السلطة التنفيذية. هو اللي حصل إيه؟ أتقدم ببلاغ وطلب، هو الحكومة عايزة تقول، وأنا بشجعها وبشكرها سواء حكومة الدكتور شرف أو حكومة الدكتور الجنزوري، إنها عايزة تعمل حاجة تبين الناس إنها فعلا شفافة. لا شفافة. شفافة. فقالت هنشيل من النيابة العامة، فطلبت من مستشار رئيس محكمة السادات في القاهرة، يا وزير العدل ده طلب أو اللي قبله كمان طلب من رئيس محكمة السادات في القاهرة أن يندب مستشارين للتحقيق. قاضي تحقيق. مستشار تحقيق. قاضي تحقيق. جنايات بيندب لها مستشار تحقيق. يعني طلب منه أن يندب، لأن المندوبين أغلبهم كلهم مستشاري تحقيق. طلب منها أن يندب مستشاري تحقيق. وهذا من إطلاقات المستشار رئيس المحكمة. من إطلاقات النائب العام يستطيع أن يطلب ندب، والنائب العام قبل كده طلب ندب قاضي تحقيق في القضية المعروفة بتاعة التحقيق بتاعة إبراهيم نافع وحسن حمدي اللي برئ فيها. النائب العام قال عشان أنا كان ليا علاقات مع حسن حمدي، كنت عضو في نادي الأهلي وكذا، ابعدوا هذه القضية واطلبوا لعشان يعني إعلانا بالنزاهة. ويومها كلنا شكرنا النائب العام بصراحة، والحمد لله طلع التحقيق كويس وخلصنا الموضوع ده. فوزير العدل طلب من مستشار رئيس محكمة السادات في القاهرة أن يندب مستشار تحقيق، فرئيس محكمة السادات في القاهرة ندب مستشارين تحقيق. في اللحظة دي لا علاقة بين وزير العدل وبين التحقيق، هو زيه زي بالظبط، مالوش انه يعرف. ولازم اسأله جبت الكلام ده منين؟ مين قالك الكلام ده؟ انت مالكش انك تعرف، وبتنمكش انك تقول. مين اللي يقول؟ قاضي التحقيق او مستشار التحقيق، لانه مستقل تماما. بعد ما يخلص هو يعمل يطلع بيان ويقول يا اخوانا ادي نتيجة التحقيق، وانا احلت فلان وعلان وترتان الى محكمة الأمن الدولة أو إلى المحكمة لاتخاذ بقى شؤونها في هذا الموضوع، لأنه هو زي وكيل نيابة بيأيد القضية وبعتها للنيابة. فدي من الناحية الشكلية. اتنين، من الناحية الموضوعية، لا يجوز لك أن تؤثر على سيادة التحقيق. ما قاله جريمة، دي جريمة موصوفة قول العقوبات يا أستاذة، في مادة اسمها كل من نشر أمورا من شأنه التأثير على القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو الرأي العام أو الشهود لصالح المتهم أو ضده. طب اللي أنت نشرته ده أنت بتقول عرفنا، طب ده أنا يا سيدي متهم، الله يعني تأثر على الرأي العام ضدي؟ يعني ممكن يجي مستشار تحقيق يسمع أن وزير العدل بيقول الكلام ده يقول والله ما كذبه، أبعت نجاد البرع ده للمحكمة بقى وبعدين تبقى المحكمة تبرأه فتضر بيا؟ لا يجوز لك، دي جريمة. وأي وسيلة إعلام بتنشر أشياء تتعلق بتحقيق ابتدائي يتضمن تأثير لصالح متهم ضده في أي قضية، مش في أي قضية، يقولك إيه نجاد بريء أو نجاد يطلع يناقش أموره أو نجاد مدان وهي أمام القاضي، هذا تأثير، دي جريمة عقوبتها 3 سنين. فدي مسألة تالتة. مسألة تانية، مسألة تالتة، إن أنا بقى إذا ما قاله وزير العدل، هو موظف محترم في السلطة التنفيذية يعني درجته رفيعة وزير، على النيابة العامة أن تعجبه التحقيق انتهى. ما فهمته الآن أنه قال أنه انتهى متبقي على تقارير جهات رقابية. أنا انتهى دي معناها إيه؟ معناها أنه بكرة بعده هنسمع حاجات كلام. أستطيع أن أقول أنا بقى مش وزير العدل أن لا زالت التحقيقات في فجرها. أنا مش هقدر أتكلم أكتر من كده، أنا ما عنديش جرأة الوزير، الوزير ما حدش يحبسه، أنا اللي هتحبس. التحقيقات لا زالت في فجرها، وناس لسه بتتسأل، ومش هقول اكتر من كده عشان قضاة التحقيق ما يسوش في خناقي، بيزعلوا مني لما بتكلم في حاجات كده وانا لا اتكلم في هذا. لسه بتسأل، وما افتكرش انها انتهت يا سيادة الوزير. فانا اللي برجو من الحكومة ان تحترم القانون وانها تعرف حدودها، وان القانون سيد. يعني ايه سيد حضرتك؟ يعني انا والوزير امام القانون سيادي.
الحاجة بقى الأخيرة إنه أنا بدعو قضاة التحقيق وبدعو السلطة القضائية إذا في حد مدان بهذه التهمة عليهم أن يقدموه فورا، لأن هذا يترتب عليه أن أنت بتسيئي إلى مجتمع أفتكر أنه يفخر بما قدمه لمصر الفترة اللي فاتت. بس حاف عند النقطة دي وأشوف إغلاق الهرم يعني لا فضة فوق والله العظيم، إنما يعني أنا حاف عند إغلاق الهرم ده، إغلاق الدائرة في الهرم. طبعا السنة دي إحنا شايفين أنها معظمها يعني مش ممتلئة على الإطلاق، يعني فاضية يعني الحقيقة فيها عدد، والآن سيادة المستشار في الدائرة اللي كان فيها زميلنا صلاح. طيب الآن وهذا إغلاق السويس السابعة مساء وإغلاق السويس، لكن لازم أسألك. نعم. تحدث الوزير عن علاقة بين بين تمويل مجتمعات عفوا جمعيات العمل الأهلي وبين أعمال التخريب. أنا تخيلت أنه فاصل الأول، تخيلت أن هناك فصل بين الأمرين. طبعا هو السؤال الأخير هو يعني هل التبس عليه الأمر ولا هو يقصد ما قاله؟ بصي أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عايز أقول حاجة والناس هتندهش منها. أنا أريد أن أشكر وزارة الدكتور عصام شرف أنها فتحت هذا الملف، ملف التمويل، عايزين نعرف. بس أنا ممتن جدا للمستشار الجندي الوزير السابق ولحكومة الدكتور عصام شرف أنها فتحت هذا الملف. ليه؟ لأن هذا جرح مغلق على قيح بقاله عشرات السنين. ده الوقت اللي احنا نفتحه، وفتحينه مع اتنين مستشار تحقيق يعني مستقلين، ناس كويسة ومستقلين وبيشتغلوا بالراحة وما بيشتغلوش باستعجال، وانا دي اساطير ان انا اقولها برضو، مش عارف لو كان الوزير عرفه ولا لا. هما بيشتغلوا بالراحه واحده واحده، وبيريدوا ان يحققوا ويريدوا ان يصلوا الى نتيجه صحيحه. وبالتالي لو ان هناك في المجتمع المدني لطيف واسع، في منظمات حقوقيه، في منظمات تنمويه، في ناس بتشتغل مع المسلمين، ناس مع المسيحيين، ناس كذا، لو ان هناك من استخدم اموال في غير المبالغ المخصصه لها لازم نقطع رقبته، ولازم احنا اول ناس نفضحه. وبما ان المجتمع المدني غير قادر انه يكتشف الغث من السمين، فاحنا كلنا احنا نفسنا منتظرين بكل يعني شوق قراء تحقيقات النيابه وما تسفر عنها. بس المره دي التهمه كبيره، مش بس تلقي اموال، ده استخدام اموال في تخريب وتوزيع على ما هي التهمه برضو. ما انا عايز اقول لك حاجه برضو، مش عايز حد يزعل مني ولا خلاص بقى، ما هي برضو الحكومه بترفص. ما هي الحكومة عندها 42 قتيل دم، 42 بني آدم ده هنا، وفي 14 هنا وقبلها هنا. مش عارفة فهي يعني الفكرة ايه؟ ما هي بيقول لك ايه؟ ما انا برضو عايز اغلوش، ما انا ما سمعتوش بيقول عايزين نعرف مين اللي قتل 42 واحد دول ونقدمه المحكمة، عايزين نعرف كذا. مثلا انا عايز اقول لك عليه حاجة من اللي قالها الوزير غريبة جدا، انت بتفشي اثار بتفشي ذرائع التحقيق وانت قاضي وفاهم خطورة ما تقول. طب انا هقول لك، بيقول الناس اللي اتقتلوا من خدي بالك يا ريت لو عندكم بتاع من مسافه قريبه جدا كويس. طيب النهارده الشروق منشط اولى تقرير الطب الشرعي، طالب كليه الطب والراجل الشيخ الازهري مقتولين من مسافات بعيده. طيب. وباسلحه نقلتنا حديثه. انا هقول لك بقى، انا اتصلت بالكبير اطباء الطب الشرعي وبدقه، قال لي على قال لك ما قالش كده للشروق؟ مش بالظبط كده، نص نص يعني. قال ايه بالظبط؟ بدقه ان الرصاصه من مسافه نصف متر فاكثر. كويس. نصف متر فاكثر. وما قالش اسلحه حديثه. كويس. قال وبعدين حدد بقى ان ده بقى معناه ايه؟ معناه ان الحكومه والاطراف اللي زي حالتنا تتريث، ما فيه الاعلان طبعا، تتريث قليلا الى ان تعلن نتائج دامغه، لان كل كلمه بيقولها الوزير او بتقولها اعلام او بيقولها كذا كفيله باثاره الغضب. لو احنا بنتكلم على خلونا نهدى ونقعد وهناك مستشار تحقيق، طب انت بتعمل سؤال للوزير، انت بتعمل المؤتمر الصحفي النهارده ليه؟ القضايا عند قضاة التحقيق معروف انها عند مستشار التحقيق، مستشار التحقيق شغالين، معروفين انهم شغالين. هل يريد زي ما انت بتقول ان يشعر المجتمع ان الشغل اصل كان في احساس؟ مش هو بقى، هو يعمل ايه بقى؟ لو احنا بنتكلم على حقوق، بس هم شغالين على قديمه ايه؟ ان وزير العدل هو الذي يسيطر. كان في نص في قانون السلطه القضائيه اتشال في اواخر عهد الرئيس مبارك، اللي هو انه وزير العدل يرأس
النائب العام وكل اعضاء النيابه. ده اتغير. اتغير. بس احنا شغالين على القديم، ومن ايام المستشار وزير العدل ده كان شغال من ايام هو لسه ما خدش باله لانه كان تعب. فاللي انا قصدي اقول لك عليه ايه؟ احنا علينا ان نسال لماذا هذا المؤتمر الصحفي؟ اذا توصل قضاة التحقيق او مستشار التحقيق الى نتائج سوف يعلو. وانت خدي بالك مستشار التحقيق في قضيه التمويل الاجنبي بالتحديد بقى نشروا بيان، هما الاثنين نشروا بيان نشرته كل الصحف، كان الكلمه الوحيده اللي شوف بقى الفرق بين قاضي وبين سلطه تنفيذيه. حتى الان لم يدن احد، لازلنا في مرحله تحقيق. نهيب وسائل الاعلام الا تضع على السنتنا اي كلام، لم نلغي باي تصريحات، هذا قاضي في محرابه وهذا وزير سياسي يريد ان يصل الى اغراض سياسيه. فطبعا الوضع الفرق واضح قوي يعني. طب هقف هنا ونروح لزميلنا حيدر خضير، بس لازم ارجع اسالك على المخطط، يعني كل هذه التسريبات والكلام الواضح وغير الواضح عن المخطط اللي شغالين فيه ده واللهو الخفي اللي لسه كلنا بندور عليه. حيدر خضير منين يا حيدر؟ حيدر واقف انت فين بالظبط؟ في امبابة، اتفضل يا حيدر. قطع الخط مع حيدر. سنعود له مرة أخرى. المخطط الصبح خبر على وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك مصدر أمني يتحدث عن مخطط لإسقاط الدولة 25 يناير. حيدر رجع؟ ناخد حيدر طيب. ونقعدين مع بعض. اتفضل يا حيدر. أنا أسفة يا أستاذ نجم. ده بل بالعكس. اتفضل يا أستاذ حيدر. أستاذة لميس، هنا هوت في المعهد الفني الصحي زي ما قلت لحضرتك ان هنا هوت في حوالي 30 لجنة، حجم اللجنة من 1000 ل 1100. حتى اغلاق الصناديق منذ قليل، تقريبا كل اللجان قفلت منذ قليل. حتى اغلاق الصناديق كانت حجم التصويت الفعلي من 110 ل 150 صوت، وهذا حجم ضئيل جدا مقارنة بالنسب السابقة في الجولة الاولى. احنا كان النسب الاولانيه لو حبينا نتكلم عنها ان كان في 30 لجنه نهوت فيها حوالي 32000 صوت. ال 32000 صوت في الجوله الاولى كانوا تحقق نسبه تصويت 28000 صوت، حتى وان كان 8000 منهم صوت منهم كانت باطله، ولكن النسبه كانت قليله. هنا هوت المراقبين يتوقعون ان يكون الاقبال او نسبه التصويت في هذه المرحله ضئيل للغايه. يعني احنا كنت ذكرت لحضرتك ان كان في بعض حديث عن مشكلات حدثت في مدرسة عثمان بن عفان، وقد تأكدنا من هذه المعلومات. المشكلات كانت ليست متعلقة بالانتخابات بقدر ما كانت متعلقة بمشكلة لبعض الذين تضرروا من سقوط او ازالة منازلهم في الانخفاض اللي سمعنا عنه في بعض الاراضي بمبابة، وقد اتوا الى مدرسة عثمان بن عفان للضغط على المرشحين لعضوية مجلس الشعب للحديث مع المحافظ لإعطائهم شقق للإيواء، ولم يحدث أي اشتباك ولم يحدث أي حاجة، وقد تدخل بعض المرشحين لفض هذه الاعتصامات التي قطعت الطريق تقريبا لمدة دقائق إلى أن تدخل الجيش وفض الموضوع بسلام. احنا بنتكلم هنا هوت كل المراقبين تقريبا بيكلموا في كذا نقطة، منها الإقبال الضعيف للغاية. هم بيقولوا ممكن يبقى فيه بكرة إقبال أكثر، لأن الناس في الغالب بتنتظر حتى اللحظات الأخيرة للإدلاء بأصواتها، ولكن النسب هنا هوت غير يعني غير مطمئنة أو غير متفائلة، لأن إحنا دلوقتي بنتكلم في نسبة من 10-15% فقط في اليوم الأول بأكمله. ما حصلش أي مشكلات. كان هناك بعض الدعاية بشكل او باخر لمرشحين شاكوا منها الناس بشكل واضح، وقالوا ان كان هناك محاوله للتاثير على اصواتهم والادلاء باصواتهم. غير هذا لم يحدث اي مشكلات. كانت الامن قام بدوره بشكل جيد، لم يحدث اي مصادمات ولا اي حاجه. واحنا منذ قليل كان هناك بعض المرشحين مروا على اللجان وتاكدوا بانفسهم من سير العمليه الانتخابيه بشكل جيد. طيب اشكرك حيدر خضير زميلنا من امبابه. اذا اغلقت الصناديق ايضا في امبابه. استاذ نجاد، اللي بندور عليه ما نبحث عنه، الطرف الثالث، المؤامره، مؤامره يعني، الكلام عن المصدر المسؤول ثم بيان العسكري اللي بيتكلم يا جماعه ان هناك مخطط لافشال واسقاط الدوله بتصعيد الاعتصامات. طبعا انا يعني
انا لا اقدر اقول ان مفيش مؤامره ولا اقدر اقول في مؤامره اذا كان دوله عندها مخابرات ومباحث امن دوله او يعني امن وطني وكل الاجهزه دي ولسه بقالنا بنسمع بقالنا يجي 3 4 اشهر فانا ما اقدرش اقول لكن لا استبعد يعني اللي انا عايز اقوله ان مصر الان او حتى الدوله المصريه الان بتمر زي اي دوله بعد ثورات بمرحلة ضعف تفكك كياناتها لسه مش ممسوكه كويس طبعا وارد ان يبقى في ايادي تلعب هنا يعني هذا موجود لكن اللي انا عايز اقوله ايه في مثلا اسمه البينه على من ادعى بمعنى ايه واليمين على من انكر يعني ايه البينه على من ادعى يعني بيقول في مؤامره يتقدم بخيوط المؤامره انما بمعنى انه يقول نجاد البرعي خد 1,000,000 جنيه من الحته الفلانيه عشان يعمل كذا كذا وادي اللي بقول لك وعمل ازايز مولوتوف وزع على الناس بالظبط على طول نخلص من هذا الكلام مره واحده انما اللي انا بطالبه انه عمر بن عبد العزيز احد ولاته شكى اليه تهدم اسوار مدينته وقال له يعني الاعداء هيهجموا عليا فاديني فلوس ابني اسوار جديده احصن المدينه قال له ايه بقى الراجل اللي فاهم مش اللي فاهم قال له حصن مدينتك بالعدل ونقي طرقها من الظلم ببساطة فإذا عملت ده ما انتش محتاج أسوار لأن العدو لن يجد ما يدخل إليك منه ببساطة فأنا بقول أنه طبعا قد يكون فيه كلنا ضد مؤامرة إسقاط الدولة نحن نريد الدولة المصرية عندنا مشاكل مع الحكومة طبعا عندنا مشاكل مع النظام الاقتصادي جايز لكن اللي أنا متأكد منه أنه لا يوجد مصري واحد يريد أنه ما بقاش في مصر تدمير الدولة دي يعني إيه يعني مصر بحيودها المعروفة من أيام مينا موحد القطرية ما تبقاش موجودة هذا لا أتصور أن أحد موجود لو حد بكم نقطع رقبته لكن اللي أنا متصوره الآن أن إحنا عندنا مشاكل ملهاش دعوة بالطرف الثالث عندنا مشكلة ضحايا القتلى وعايزين نعرف مين اللي قتلهم والناس تاخد فلوسها ونخلص من هذا الكلام هذا ملف تقدر الدولة تقفله في 24 ساعة ما قفلتوش عندنا ملف العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الأمن غير مسبوق هذا إطلاق النار الكثيف عايزين نقفله وده ما قفلهوش عندنا مشاكل فيما يتعلق ببعض الاحتياجات الفئوية عايزين قلت على فكرة كتير عايزين لأنها الناس يعني في مشهد أكثر يعني أولا في المشهد الانتخابي وفي المشهد الأكثر الأفظع بالضبط عايزين نعمل ده أنا رأيي إن إحنا لو أخذنا خطوات للتفاهم مرة هنا في استوديو مصر تنتخب يمكن مع الأستاذ خير رمضان قلت له قال نعمل إيه قلت له والله أنا رأيي إن الدكتور الجنزوري ينزل إلى المعتصمين ويقلع الجاكيتة ويقعد معاهم على الرصيف ويقول لهم إخواننا ويقول لهم أنتوا عايزين إيه ونتفاهم لا يبعت وفود ولا يبعت مسألة بسيطة لأننا نريد أن نرى الوجه الإنساني للدولة وليس الوجه القاسي الناس كلها بتتكلم على هيبة الدولة هيبة الدولة هيبة الدولة لا أنا بتكلم على إنسانية الدولة تكتسب الدولة هيبتها من إنسانيتها طيب خلينا ناخد الأستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أستاذ جمال مساء الخير مساء الخير اهلا استاذه لميس يعني اسمح لي بان اقاطعك نحن نشهد الان اغلاق في تقريبا كل المواقع كل المحافظات وكل الدوائر اتفضل يا استاذ جمال انا طبعا اليوم الاول من المرحله الاخيره من الجوله الثانيه فهننتظر بكره انا طبعا باعتباري من المنظمات المجتمع المدني اللي كلام المستشار أيوة. الوزير لانه في الحقيقه هو في اللحظه دي موظف اداري في الدوله احنا بنتكلم عن الوزير عادل عبد الحميد اللي عينه كمال الجندوري اللي هو رجل مبارك ما زال في نظام الحكم فاحنا من حقنا نعلق. اتفضل يا استاذ جمال. بوضوح احنا كنا كلنا وحضرتك معانا بنصف نظام مبارك انه نظام مستبد. الان نحن نظام عسكري مستبد. النظام عسكري مستبد قاعد بيكذب علينا من فبراير حتى هذه اللحظه وما فيش شهر ما شاهدش شهداء على ايد هذا المجلس وعلى ايد وزاره الداخليه اللي مسؤول عنها هذا النظام العسكري او هذا المجلس العسكري. نيجي هنا يعني في موضوع التمويل انا لو مكانه والناس دي مش هتسكت غير لما العسكر خد مجراها احنا بقى مش هنشوه فيه نقول لابد ان اللي قتل والمسؤول عن الشهداء يتحاسب ويتعاقب سواء كان وزير غفير مشير ضابط يعني مواطن مدني كله يتحاسب ويتعاقب انا لو مكانه هأشتت القوى وهقعد افتت وهقعد القي بالاتهامات اللي موجود وانا طبعا حضرتك عارفه انه اللي يدعي الحياد في دوله مستبده يبقى كذاب احنا مش في اسكندنافيا احنا في دوله مستبده اما الناس والديمقراطيه اما النظام المستبد المجتمع المدني ايام مبارك وبعد مبارك خلال الحكم العسكري هو منحاز للناس فاكيد لابد المجلس ده يقابله بالعدل واكيد سكرتاريه بتاعته ايام
عصام شرف او الجندوري اللي هم كل النظام مغطك يعني العسكر وحكومات اللي بعد الثوره هي هو نظام مبارك وهو جزء من النظام صار اكيد لازم يهجم الاعداء نحن صعداء هذا العداء نحن في الحقيقه كل يوم يهاجمونا ويشوهونا كمجتمع مدني يعني تقصد كمجتمع مدني احنا كمجتمع مدني لان هو ما بيحددش هو انا ما ينفعش اقول كل الاعلاميين او الاعلاميين كذا او القضاء كذا او العسكر كذا ينفع اقول بعض كذا والبعض دول استنى لما التحقيقات تنتهي واعلن اقول تفرص منين رفوها في ايه هل هي بالمخالفة ولا لا ده جانب في جانب ثاني اكثر احتراما كمان رغم ان احنا موافقين على هذا الجانب ان اكثر احتراما انه خلص نظام استبدادي من مارس وبنقول يا جماعة صلحوا القانون خلونا عشان يبقى فيه رقابة وشفافية المجتمع المدني اصموا اذنهم وقالوا خلينا عندنا شماعة بس واضح ان هم مش بس اكتفوا بينا هم اللي بيهاجموا 6 ابريل وبيهاجموا حركة كفاية وبيهاجموا النهاردة الثوار اللي زي محمد زي محمد هاشم وبيقولوا على الناس اللي في التحرير بلطجية الحقيقة البلطجية دول دم اي واحد فيهم اشرف من اي حد بيتهمهم وهم دول اللي النهاردة قعدوا العسكر على الحكم مش عايزين يسيبوه وبعدين قاعدين يقولوا يناير وخمسة وعشرين ومؤامرة هم عايزين يقعدوا لحد يناير ما احنا قلنا يعني هم مش هم فاشلين انا مفترض حسن النية فيهم شايف ان هم مجرد فاشلين هم عايزين يقعدوا لحد يناير ما مجلس الشعب هينتهي ويعلن ترشيح لرئيس الجمهورية ويجي مع مجلس رئيس الجمهورية مع مجلس الشعب يعملوا تشكيل لكتابة الدستور ويحركوا مصر للأمام مصر بترجع ورا احنا بنتعاير الآن انا في الحقيقة عار على اللي بيحكمنا الآن انه جاب مصر ورا وانه شهدة في الفترة بتاعته قد شهدة بتوع طيب. ومباراة الحكامات السورية وهم قاعدين الآن فاكرين ان هم الانتقامات دي هيشككوا الناس ده عار وعار على الموظفين يعني هذا العادل عبد الحميد اللي احنا ايام ما كان مستشار كان افضل منه وزير هو وزير الان علمنا يقول لهم لا يعني عيب على هذه دي كارثه فيها لعنه اللي بتغير الناس كده والاتهامات كان شكرا. فين العسكر واحنا في التحرير مش دول اللي سامحوا في موقعة الجمل مش دول اللي قتلوا عند مسبيرو مش دول اللي قتلونا في الايام اللي فاتت هل حضرتك حتى هذه اللحظه وحضرتك متابعه واعلاميه عندك اسم جندي واحد من الجيش او ضابط بيتحقق معاه يعني امبارح القضاء العسكري قال ان في ضباط بيتحقق معاهم لكن طبعا مش هيعلن عنهم طيب نعرف ان في محاكمه لما نشوف المحاكمه ونعرف المتهم مين ويعلن عنه المحاكمات الاصلاح العلنيه حتى لو عسكريه طيب نقطتك وصلت يا استاذ جمال اشكرك استاذ جمال عيد مدير الشبكه العربيه لمعلومات المعلومات لحقوق الانسان طيب محمد ناخد محمد سلامه من سوهاج سريعا قبل ما نخرج فاصل محمد اغلقت اللجان في سوهاج نعم يا استاذ لميس تم بالفعل اغلاق اللجنه التي نحن الان موجودين بداخلها بمدرسه الاعداديه القديمه للبنين التابعه للدائره الاولى وسياده المستشار قام بغلق الصناديق بالفعل بعد التاكد من عدم وجود ناخبين خارج اللجان وقام بتشميعها وختمها بالختم الخاص به وهو موجود معنا الان سياده المستشار سيادة المستشار أحمد الأزهر الأزرق عفوا يا فندم طيب تفضل يا فندم تفضل سيادة المستشار عايزين نعرف بس من حضرتك رأيك إيه في الإقبال النهاردة بالنسبة لليوم الأول الإعادة في المرحلة الثانية بالنسبة للإقبال في جولات الإعادة تكون غالبا إلى حد ما الإقبال فيها متوسط نسبة لانخفاض عدد الناخبين وانتهاء عملية الاقتراع على القوائم الحزبية ولذلك يعني بننتقل من 92 ناخب في الدائرة الأولى سوهاج إلى حاليا من 92 مرشح إلى 4 مرشحين فقط وبذلك يقل الإقبال تدريجيا إلى الإقبال المتوسط أما في الأماكن التي فيها
مراكز أو موطن مرشحين فيكون فيها الإقبال على نسبة عالية من التركيز. هل الدوائر اللي هي بيكون فيها المرشحين موجودين فيها اللي هي تعتبر الدوائر بتاعتهم موطن المرشح زي ايه مثلا الدوائر اللي هي فيها موطن المرشحين اللي هي عليها الاقبال بكثافة؟ في الدائرة الاولى موطن المرشحين حاليا في دائرة قسم اول سوهاج لا يوجد موطن مرشحين، وانما موطن المرشحين اعتقد في الأقسام المجاورة لقسم أول سوهاج. سيادة المستشار، حضرتك راضي عن نسبة الإقبال النهاردة؟ تفتكر إن هي نسبة معقولة بالنسبة للإعادة؟ طبعا نسبة معقولة بالنسبة للإعادة، ولما أهم شيء في الإنسان بيعول عليه هو أن تتم هذه العملية بغض النظر عن الإقبال من عدمه في نزاهة وشفافية، والكل يلتزم بالإجراءات القانونية الصحيحة. شكرا يا فندم، ألف شكر. أشكرك محمد سلامة زميلنا من سوهاج. إذا أغلقت أيضا الصناديق، أغلقت الصناديق في سوهاج. التحرير معانا خالد جمال ولا إيه؟ طيب نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنستكمل هذا الحوار مع الأستاذ نجاد البرعي، وأيضا نتكلم على الإخوان. هناك بيان هام من الإخوان المسلمين، كنا بنتكلم هو فين الأغلبية، لماذا لا تظهر الحرية والعدالة، هل الناس قاعدة تعد الكراسي بس؟ بيان من الإخوان المسلمين حول المشاركة يوم الجمعة، والجماعة تقول عدم مشاركتها رسميا في المليونية القادمة للتهدئة. بعد الفاصل.